هو يفترض عندما نقف اليوم أمام ثورة فبراير أن يكون الهدف واضح، أن نقف من أجل أن نستخلص الدروس التي من أجلها نستطيع أن نستعيد زمام المبادرة وأن نعالج مشاكل الواقع القائم اليوم. اليوم لدينا كما تفضلت جماعة سلالية تجاوزت كل التراكم السياسي والثقافي الذي كان قد تراكم في اليمن على مدى 50 عام، عقود طويلة. عندما نريد أن يجب أن نفهم الثورة من أجل أن نستخلص الدروس التي تعيننا على تجاوز هذا الواقع. أضرب لك مثالا، عندما قامت ثورة فبراير كنا كما قلت سلميين، ولم يكن في قعبتنا غير الأحلام الجميلة والوردية والكثير من الشجاعة. طبعا لم يكن لدينا مؤسسات، لم يكن لدينا حامل سياسي. عندما حصلت المبادرة الخليجية وانتقلنا إلى المرحلة الانتقالية، ظل الجيش هو الجيش، ظلت السياسات هي السياسات، ظلت منظومة الحكم هي ذاتها منظومة الحكم. نعم. لم يتغير سوى علي عبد الله صالح، وتقلص نفوذ المؤتمر وتقلصت طموح أسرته، بينما الثورة فعل تغيير شامل. إذا يعني عندما نجي نحلل الوضع الذي وصلنا إليه، وصلنا إليه بفعل منظومة، بفعل نهج سياسي، بفعل سياسات عميقة، بفعل أشياء كثيرة، وكنا ولم يكن لدينا شيء لكي نغير. ما الذي حدث؟ حدث أن جاء الانقلاب الحوثي بتكتيكات مغايرة وبتنظيم وبسلاح ومقاتلين، فانقض على كل شيء.